Hello everyone, welcome all for you joining in. I'm Zainab Shah, I'm a reporter here for WTOL. I'm just gonna give you a latest update on what the governor was talking about and what is happening locally as well, all in Arabic. Our Jensen Strzok does a phenomenal job, as well as Roxanne Elias, giving our updates in English and Spanish. So if you're looking for either of those languages, you can head over to our Facebook page, and it's gonna be in the library, video library section on our Facebook page. And you're more than welcome to share any of those videos that you, for anyone that might need them. But for our non-English speakers in our community, the Arabic speakers, I am going to give an Arabic update for those in our community. So I'm going to continue going in Arabic right now. أول شيء مرحبا للكل. اسمي زينب شايب وانا راح احكي وفصلكم شو بيصير بهالبلد وشو بيصير بالقصة الكورونا فيروس هون بأوهايو كمان. فإذا عندكم سؤال وحابين تقولوا لي شيء فيكم تحطوا لي الكومنت هلا على الفيسبوك لايف، أو إذا بدكم تبعتوا لي رسالة فيكم تبعتوا لي إياها. اسمي زينب شعيب وأنا صحفية بالقناة 11، أوكي؟ سو شكرا كثير للكل بيطلعوا هلا، أنا اشتقت لكم كثير وما عم نطلع كل يوم، لأن الحاكي مايك دوين أبي يخفف كثير، لأن أبي يصير أبي قصة الكورونا فيروس أبي يخف، سو ما رح يطلع كل يوم. اليوم حكي فأنا رح فصل لكم شو بيصير وشو قال اليوم الحاكي مايك دوين. وقال انه ان شاء الله خميس رح يرجع يطلع يحكي كمان. بس بالنسبة لليوم بدي لكم كم شخص عندهم الكورونا فيروس بأوهايو. صاروا 33,892 اشخاص عندهم الكورونا فيروس بأوهايو، وبيقولوا انه في 2521 اشخاص يمكن عندهم الكورونا فيروس، بس مش على الأكيد، بدهم يعملوا يشوفوا إذا عندهم إياها. إذا طلع النتيجة صح رح يصيروا 36,350 أشخاص عندهم الكورونا فيروس هون بأوهايو. وعم يقولوا إنه في 2041 أشخاص ماتوا من سبب الكورونا فيروس، وعم بيشوفوا إنه يمكن في هلا 217 أشخاص كمان ماتوا من وراء الكورونا فيروس، بس بدهم يفحصون ويشوفوا إذا طلع نتيجة صح. إذا طلع نتيجة صح رح يصيروا 2258 أشخاص ماتوا من وراء الكورونا فيروس بأوهايو. هلأ في 16,176 أشخاص بالمستشفى من وراء الكورونا فيروس، وفي 1583 أشخاص بالآي سي يو من سبب الكورونا فيروس كمان. هلا بلوكس كاونتي، لوكس كاونتي يعني نحن وحوالينا، يعني توليدو وبيريزبرغ كل لوكس كاونتي، في 2099 أشخاص عندهم على الأكيد كورونا فيروس بلوكس كاونتي. بيقولوا انه في 191 اشخاص يمكن عندهم الكورونا فيروس، بس بدهم ياكدوا يفحصون. اذا طلع النتيجه صح رح يصيروا 2290 اشخاص بلوكس كاونتي عندهم الكورونا فيروس. هلا في 211 اشخاص ماتوا من الكورونا فيروس، ويمكن بيقولوا يمكن 32 اشخاص كمان ماتوا من الكورونا فيروس، بس بدهم يشوفوا على الاكيد اذا ماتوا من وراء الكورونا فيروس. اذا طلع النتيجه صح رح يصيروا هون بلوكس كاونتي 243 أشخاص ماتوا من وراء الكورونا فيروس. هلا بالنسبة شو قال الحاكي مايك دوين اليوم، كان قبل كان يطلع كل يوم وبيحكي، بس هلا خفف كتير لأنه بيخف الكورونا فيروس. So أمرار يجي أمرار بيحكي، بس هو يطلع وأنا بدي أطلع وفسركن شو بيصير، لأن في كتير ناس عايشين هون ما بيحكوش إنجليزي أو بيحكوا عربي، سو أنا بدي أساعدكن وفسركن شو بيصير بهالبلد أكيد اللي أنتوا عايشين فيها. الحاكي مايك دوين قال إنه بالنسبة للمدارس، المدرسة قال إنه رح يرجعوا يفتحوا مدارس بالخريف، يعني كل شيء عادي انه رح يرجع يفتحوا الخريف ان شاء الله المدارس، بس هو رح يتركها على المدرسة اذا المدرستون بدهم يفتحوا او لا. هو قال الحاكي مايك دوين انه بده يفتح الخريف، انه مسموح في الاولاد يروحوا على المدرسة، بس رح يتركها للسكول ديستريكت اللي مدرسة تقرروا اذا بدهم الاولاد يجوا او لا.
سو لحتيت هلا بس اكيد اذا اولادكم رح تروحوا على رح يروحوا على المدارس رح تشوفوا كم شيء تغير شوي، مثل رح يبعدوا بعاد عن بعض الطاولات، اوكي؟ او يمكن يخلوا كمان المعلمات يلبسوا الكمام على وجههم مشان حماية للاولاد. ما قال شو بالضبط رح يعملوا غير، بس قال الحكي مايك دوين انه مسموح المدارس يفتحوا هالخريف، يعني كل شيء عادي لحديت هلا، بس حسب اللي مدرسه هن بيروحوا عليهم رح يخلي اللي مدارس يقرروا اذا بدهم يفتحوا او لا. بس باوهايو ان شاء الله الخريف رح يخلي يفتحوا المدارس. كمان حكي المايك دوين الحاكي مايك دوين عن نسبه العمليات، اجلوا العمليات كثير قبل بس كان في كورونا فيروس، هلا عم بيقولوا انه مسموح العمليات يرجعوا لان عم بيشوفوا انه الكورونا فيروس خف باوهايو. وكمان البي بي اي بيرسونال بروتكتيف اكويبمنت في كثير زياده بالمستشفى الحمد لله، فبيخلوا الناس يطلعوا يعملوا العمليات وبيروحوا على شو ما بدهم بالمستشفى عادي، اوكي؟ سو الحمد لله. بالنسبه احكي كمان عن نسبه الزو الميوزيومز الملاهي ايتم رح يفتحوا لحتيت هلا. الحكي مايك دوين قال انه الخميس بده يقول ايتم رح يفتح وشو رح يفتح كمان، بس ما قال، بس قال انه اخبار منيح ان شاء الله. هول بالنسبه للزو والميوزيومز والملاهي الميوزمنت باركس مثل سيدر بوينت هيك شيء. سو ما قال ايتم رح يفتح هلا، سو اني ناطره الخميس ان شاء الله بيقول اي يوم بيفتحوا. كمان بالنسبه كمان الحكي مايك دوين حكي عن الاي بي تي، الاي بي تي يعني الفود ستامبس. اوكي، في كثير اولاد بس راحوا على المدرسه كانوا يروحوا ياكلوا الغداء بلاش، اوكي؟ اهلهم يمكن عبوا ورقه ياكلوا بلاش. هلا في كثير اولاد ما لان وقف المدرسه من وراء الكورونا فيروس فالاولاد ما عم بياكلوا. سو هو بده يعمل شيء مشان الاولاد بياخذوا فري لانشز، اوكي؟ عم بيقول انه الاولاد عبوا وكان يجيبوا بلاش اكل بلاش بالمدرسه هو رح يبعث لهم مصاري، اوكي؟ كل ولد $5.07 اوكي ليوم، اوكي؟ يعني بتكون كل يوم ما كان في عنده مدرسه رح يبعث $5.07 للاولاد بالبريد، رح يبعثهم بالبريد. يعني تقريبا بتكون تقولوا اذا وقف المدارس من وراء الكورونا فيروس بالشهر مارس يعني شهر 3 رح يصيروا تقريبا $300 الحاكي مايك دوين رح يبعثوا المصاري، اوكي؟ هلا لناس ما عندهم فود ستامبس مش معبيين فود ستامبس رح يجيهم بالبريد. اذا هن اهلهم معبيين فود ستامبس، اوكي؟ رح يوصل المصاري بقلب الكارت الفود ستامبس الاي بي تي كارد، اوكي؟ سو حسب الكم الولد بيجي لازم يحق له $5.07 كم يوم ما روح على المدرسة من سبب الكورونا فيروس. فإذا وقفوا المدارس بالمارش شهر 3 يعني رح يصيروا $300 300 وشوي بالبريد إذا ما عندهم الفود ستامبس أهلهم، أو إذا عندهم الفود ستامبس بيروح على الكارت، أوكي؟ إذا وقفوا مدارس شهر 4 بيصيروا 200 وشوي حسب أيتم وقفوا المدارس، أوكي؟ بس لحتيت هلا بيقول إنه كل ولد عندهم free lunches يعني lunch بلاش بيأكل بالمدرسة بلاش رح يجيب مصاري يا على البريد أو يا على الفود ستامب كارد للأولاد. وكمان إذا عندكم سؤال وكمان ما فهمتوا شو بقول فيكن تسألوني هلا على الفيسبوك لايف وأنا رح أفسركم قد ما فيي، أو إذا أنت مش مرتاحين وبدكم يعني على البرايفت فيكن تبعتوا لي رسالة اسمي زينب شايب على البروفيشنال فيسبوك بيج وأنا رح أفسركم قد ما فيني شو بيصير وإذا عندكم سؤال. بس بدي وقف هون بدي أشوف إذا حدا عنده سؤال لحديت هلا.
Eric, hello, how are you? Thank you for tuning in. ما في سؤال لحتيت هلا. شكرا كثير لابي يطلعوا بيحضروني. إذا عندكم سؤال أو حابين تقولوا لي شيء فيكن تكتبوا لي هلا وأنا راح أجاوبكم قد ما فيي. أوكي هلا كمان الحاكي مايك دواين كمان عم بيحكي عن الناشونال جارد. بتشوفوا كتير مظاهرات، في كتير مظاهرات عم بيصير هون بتوليدو وبالهالبلد كلها. المظاهرات إذا ما بتعرفوا شو عم بيصير أو ما فهمتوا بالضبط شو عم بيصير، أنا رح فهمكن إياها هلا. في واحد زلمة أسود، أوكي، كان عايش بمينيابوليس واسمه جورج فلويد، أوكي، وقفوا بوليس والبوليس يعني وقفوا ونيموا، أوكي، والبوليس هو كان أبيض والبوليس كان حط ركبته على رقبته. فبس عمل هيك اكيد مش مزبوط، فالزلمة جورج فلويد اللي اسود ما كان ما فيه ينفس فمات الزلمة، اوكي. فكتير عالم ضد البوليس يأذوا الناس، والحكي مايك دواين قال هو بيكره الناس بيكرهوا البعض، هو بيحب كل الناس، بيحب كل الجنسيات، لان خصيصا للامريكا كلهم في أبيض في أسود في كل الألوان هون بأمريكا. فهو ضد قال الحاكم مايك دواين إنه ضد الكره، أوكي، بس لأنه حماية لأمريكا كمان. بيقول إنه الناشونال جارد هي like حريص للبلد، يعني تأمين للبلد، فهني رح يكونوا برا بالدي سي لحتى إذا في حدا من المظاهرات بدون يأذوا حدا أو شيء. ف عشان هيك حاطة كتير ناشونال جارد برات الدي سي، وأصلاً في ناشونال جارد كمان ببيت العجوز يعني النيرسينج هومز، أو بدون هنا يساعدوا لناس يوزعوا أكل كمان. فالناشونال جارد هالأيام كتير بيشتغلوا بالنسبة للنيرسينج هومز وبالنسبة كمان المظاهرات اللي بيصيروا هون بأوهايو. بس غير هيك هول هنا قال الحكي مايك دواين، ما قال شيء تاني. فبدي اشوف اذا حدا عنده سؤال. كوزات شكرا كثير اني اشتقت لكم كثير والله. انا بخفف عم بيطلع على الفيسبوك لايف لان الحكي مايك دواين ما عم بيطلع كثير، فعشان هيك ما بيطلع كثير، بس اكيد عم بيطلع كل يوم بالقناه 11 اذا حابين تحضروها بالاخبار. بس هاي قال الحكي مايك دواين، إذا حدا رح أعيد بعد مرة للي ناس هلأ فاتوا بيحضروا هلأ. Thank you all for tuning in. My name is Zainab Shaib. I'm a reporter here for WTOL. I'm just giving a brief update in Arabic on what is happening in Ohio, the coronavirus updates from our governor Mike DeWine. If you're looking for an English version or Spanish version, you can head over to our Facebook page and you can click on the video tab and you'll see those videos posted, and you're more than welcome to share any of those videos that you feel somebody needs to listen or hear. But our Roxana Elias got done giving an update in Spanish, and our Jensen Strock has an update in English as well. But I'm going to continue speaking back in Arabic just to give a quick wrap up about what's going on. So thank you all for joining in. وبس هاي هي قال الحكي مايك دواين. بدي عيد بعد مرة انه المدارس بيقولوا انه الخريف رح يرجعوا مدارس مثل العادة، بس اكيد حسب المدرسة هني بيروحوا فيها. الحكي مايك دواين رح يخلي المدارس يقرروا اذا بدهم يفتحوا او لا حسب. بس لحتيت هلا الحكي مايك دواين انه المدارس باوهايو مفتوحين ورح بالخريف رح يضلون. ونسبة للأولاد بياكلوا أكل بلاش بالمدرسة رح يبعطوا المصاري. كل ولد رح يكون تقريبا $5 على البريد إذا أهلهم عندهم EBT card يعني الفود ستامب كارد. الفود ستامبس المصاري رح يروح على الفود ستامب كارد. فرصة كيفك إن شاء الله منيحة.
فالحاكم مكدوان قال رح يكون في فوق $5 كل يوم اني الولد ما راح على المدرسه من وراء الكورونا فيروس. يعني بدكم تقولوا اذا وقفوا المدرسه بشهر 3 مارس رح يصير $300 راح يروح للولد. هلا ميكا بقول لكم اذا الولد اذا اهلهم ما عندهم اي بي تي يعني فود ستامبس راح يكون على البريد. اذا الولد اهلهم معبيين اي بي تي راح يروح المصاري على الفود ستامبس كارد. يعني حسب ايتم الولد وقف مدرسه من وراء الكورونا فيروس. اوكي وكمان اقول لكم انه عن الناشنال جارد في كتير عم تشوفوا الناشنال جارد بالدي سي، هيدا بيكون حماية للبلد لأن المظاهرات أكيد، وكمان عم يساعدوا البيت العجوز نيرسينج هومز عم يوزعوا الأكل وهيك أشياء للعالم. كريم كيفك؟ إن شاء الله منيح. فإذا حدا عنده سؤال كمان فيكن تكتبولي وأنا رح أجاوبكن قد ما فيه. فكمان إذا أنتوا شفتوا مظاهرات بتوليدو وبالأخبار ما تستغربوا، رح بيصير كتير. وحاكم مايك دوين قال هو إنه بيكره العالم بيكرهه بعد، هو بيحب كل الجنسيات، وهاي المظاهرات من سبب اللي صار بالمينيابوليس. إذا ما عارفين شو صار، في زلمة هو أسود اسمه جورج فلويد، وواحد بوليس هو أبيض البوليس وقفه واختنقه، حط ركبته على رقبته وجورج فلويد ما كان قادران يتنفس ومات. ففي كتير ضد الفكرة البوليس عبيقزوا اللي ناس، وأكتر شيء عبيقتلوا اللي ناس السود. فعشان هيك عبيعملوا المظاهرات، فما تستغربوا إذا شفتوا كتير هالأيام. فبغير هيك، هيك قال الحاكي مايك دوين. حاكي مايك دوين ما رح يطلع بكرة، قال إن شاء الله إنه بده يرجع يحكي الخميس، so إن شاء الله بشوفهم الخميس. وكمان إذا عندكم سؤال اكتبوا لي وإني رح أجاوبكم قد ما فيه. وإذا ما حابين تحطوها بالفيسبوك لايف فيكم تكتبوا لي بالبرايفت مسج، اسمي زينب شعيب وإني رح رد عليكم خبر. I know في كتير ناس ما أخذوا الستيميلس تشيك، it's nutter. لأن أكيد لي ناس بالSSI أو ما عبوا تاكسز بتكون بدكم تنترو شوي. بس إذا شكرا كتير رندا للسؤال، إذا حدا عنده سؤال تاني أنا فيني جاوبكم قد ما فيه. وإذا أنتم ما حابين تكتبوا على الفيسبوك لايف فيكم تروحوا تكتبوا لي رسالة، اسمي زينب شعيب. وشكرا كتير وإن شاء الله بحكي معكم تاني يوم. باي.